السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأسبوع الثاني من برنامج بلندر 3D. في هذا الدرس سوف نستعرض أهمية الـ Extra Object باي ديفولت مباشرة في بلندر Shift A بيضيف مش، وبنجد عندنا هذه القائمة بتبدأ من بلين حتى المالك. أرش باك وأرش مش هي إضافات بيتم تفعيلها من الأدونز، لكن نستعرض في هذا الدرس أولا هذا إلى الأدونز وهنكتب اكسترا بهذا الشكل. هذا عندنا اكسترا اوبجكت واكسترا كيرف. المهتمين بها في هذا الشكل او في هذا الدرس هو الاكسترا اوبجكت. يتم اضافه الاكسترا اوبجكت من المش، واكيد هتظهر في السنتر بهذا الشكل. ده كده عباره عن راوند كيوب. فائده الراوند كيوب ان في فرق ما بين الكيوب العادي والكيوب ممكن نضيف UV Icos Sphere، ونضيفها هنا أيضا UV Sphere. فالفرق أن هذه الكيوب تكون مفيدة ممكن في حالات Sculpting، ممكن تكون مفيدة في بعض أو لو أنت بتبدأ لوبولي كاركتر فممكن أكيد تكون مفيدة أكتر من هذا الشكل أو أكتر من هذا الشكل. طبعا هذا الشكل غير مجدي نهائيا، لأن كل الفيسز عبارة عن ترانجلز، لكن مفيدة في بعض الحالات أكيد مفيدة ممكن في بعض التصميمات المعينة. ثانيا في الإكسترا أوبجكت ماس فانكشن هنستعرضها بعد كده في الجير أد جير. نمبر أوف تيس عدد السنون 12، ممكن نقول إنها 18 سن. الريديوس وليكن 2 متر. الويدث 0.4 اللي هو الارتفاع. البيز وليكن 0.3. فاذا ده كده عباره عن الجير. ممكن اكيد طبعا في بريسيت، ما فيش بريسيت في الجير. الانجل بريجر انجل دي كده تقريبا للسنون دي بهذا الشكل، والبرجر انجل المشكله بتواجه الاكسترا اوبجكت او اي اضافه ان لو ضغطنا تاب فاذا ما ينفعش نرجع بعد كده ونعمل اديت في مثلا وليكن عدد السنون او الدايمتر او الدبس وهكذا. طيب النقطة الثالثة في الميكانيكال في أيضا البايب جوينت. تمام، دي البايب جوينت طبعا مهمة في لو مثلا مواسير وليكن المياه وهكذا. ده الريديوس وده العدد السبديفيجن وليكن 16. الأنجل وليكن 30. لينس ستارت 6 متر وهنا 3 متر. النقطة الرابعة في التورس أوبجكت. ده كده أول تورس. الميجور وليكن 3 2 وهنا التويست بهذا الشكل. ممكن سيلكت اول او دي سيلكت، هنختار راندوم و اكسترود الت اس. ممكن الت اس بهذا الشكل ويظهر لنا شكل ممكن يكون مفيد في تصميمات الجيولري. كلام سليم كده. ده عبارة عن النقطة الرابعة. نبدأ في النقطة الخامسة. طبعا في التويستد وفي التورس بهذا الشكل ان 2 3 4 هو الحد النهائي 3. دي الريزوليوشن، كل ما زادت الريزوليوشن زاد عدد السبديفيجن 2 بهذا الشكل. النقطة الخامسة ترس ايضا في السوبر تقريبا نفس التورس الاول اللي هو التويستد. طيب في اكسترا ايضا، في اكسترا في دايموند
السيجمنت الهايت بهذا الشكل والهايت بهذا الشكل والتابل ويدث هكذا. طيب ايضا في اكسترا في سيمبل ستار في تي بوت اللي هو ديفولت في موجود في احد البرامج الاخرى زي 3 دي ماكس. في ايضا الهوني كامب بهذا الشكل طبعا تكون مفيده. ممكن في بعض الول باترن او في الفلور باترن مع اضافه الريم فانكشن هتكون طبعا مفيده للغايه. هنا موجود النمبر اوف ارز وليكن 20 وهنا برضو وليكن 30 فاصبح عندنا باترن بهذا الشكل. لكن هل في خاصية للفيلنج؟ مفترض يكون في خاصية للروتيشن طبعا مش هنحتاجها. لو في خاصية للفيل تبقى هذه الفانكشن مفيدة للغاية. هنشوف في خاصية للفيل. اكسترود زي ما علينا. هنبدأ نستعرض آخر حاجة في سيمبل ستار. الول فاكتوري هو حائط بهذا الشكل. في خاص مهمة ممكن نستخدمه في الجيم ديزاين. في أيضا الهايت طيب راديال وكيرف ونلغي الاوبننج واصبح قبة بهذا الشكل. ممكن حضرتك تبدأ تعمل ترايل اند ايرور في جميع هذه الاشياء. في فانكشنز واختيارات مهمة للغاية. فاذا الموضوع محتاج تجربة وتكرار. والمفيد في البروجكت اللي بنشتغل عليه بنستخدمه بهذا الشكل. اذا خلاصة الموضوع ان الاكسترا اوبجكت هي فانكشن او ادون بيتم اضافتها وبتقوم باضافة بعض الاشياء المهمة وتسهل عمل بعض الاشياء اللي ممكن توفر وقت ومجهود. ان شاء الله نبدأ الدرس الاسبوع الثالث في الاسبوع القادم.